شاهدوا الأرانب المصرية الأصلية وذا منظرها وشكلها الجميل. منظر الأرانب المصرية الجميلة، وطبعا ده الجحر بتاعهم، ودي منظر الأرنب أهو. دي فين؟ ده منظر الأرانب وشكلها الأليف، منظرها الرائع، شكلها في قمة الجمال ومنظرها. ده فين؟ طبعا هي ما دخلتش الجحر. وهنقول لكم شوية معلومات عن الأرانب المصرية الأصلية، وهنقول لكم معلومات عنها. طبعا أول حاجة إن هي بنربيها في الأرض، وفي ناس أغلبها يعني إن هي عندها مش صالح للتربة، عشان الأرانب دي بتفحر في الأرض زي ما شايفين. دي فحورة الأرنب، تمام، زي ما شفتوا زي الأرنب هو اللي دخل ده. رقم اتنين، في الناس التانية اللي بتربي في حاجة اسمها الحديدة، بيسموها عندنا الحديدة، بيحطوا فيها الأرانب وكده، تمام. وبرضو بالنسبة للأرانب دي اسمها الأرانب البلدي، في كذا نوع من الأرانب، ودي منظر الأرانب البلدي اللي وريتها لكم. دي بيسميها عندنا الأرانب البلدي، تمام. بالنسبة برضو اللي فيه حاجات كتير جدا لسه عايز أقولها لكم. الناس اللي عايزة تبدأ مشروعها، طبعا هذه الأرانب بتولد كل 40 يوم، يعني شوف، وبيجيبوا ممكن معاك من 7 عيال لحد 20 عيل، يعني عاد إن هما يقدروا بيولدوا كل 40 يوم، يعني إن هو يبقى معاك مشروع مربح ومضمون 100%، تمام. وده منظره وشكله الجميل، طبعا لونها أصفر في أبيض وشكلها الجميل. وحبيت أوريكم هذا المنظر الأليف والمنظر الجميل. وهنا تقول نهاية هذا الفيديو، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.